مستقبل الاتصالات العالمي تحدد على أرض مصر في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي صادفته مدينة شرم الشيخ. فالمؤتمر نجح في إصدار 52 قراراً جديداً، على رأسهم فتح الأبواب لإطلاق خدمات الجيل الخامس بشكل تجاري بتوفير الحيزات الترددية المطلوبة، كما تم تخصيص حيزات ترددية للخدمة الثابتة للأقمار الصناعية. توصيات كتيرة طبعا، وبتختص بكل مناحي الاتصالات في العالم، سواء إذا كانت اتصالات أرضية أو ساتلية اللي هي طبق بالساتلايت أو القمر الصناعي، واتصالات بحرية واتصالات الجوية الخاصة بالجو. إنما يمكن من الحاجات اللي هي كان عليها يعني مش خلافات بس عليها مناقشات كثيرة، كانت موضوع تخصيص ترددات جديدة للآي ام تي اللي هو الانترناشنال موبايل تيليكوميونيكيشن، اللي هو بيختص بتحديد ترددات للجيل الخامس. توصيات المؤتمر ستلعب دورا في الاقتصاد الرقمي، والذي سيؤثر على مستقبل صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار. أيضا المساهمة بالتقدم البشري بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. لتحقيق أهداف التنمية المستدامة نحتاج للتمكين، والبنية التحتية للاتصالات ستستطيع تحقيق التمكين لأنها توصل الناس ببعضهم والأجهزة في القرى، ما يساعد الناس في الالتحاق بالتعليم والحصول على المعلومات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية. هذا هو المفتاح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فنحن نحتاج إلى خدمات أقمار صناعية ومحطات منصات عالية الارتفاع، والتي ستتحقق عبر هذا المؤتمر، حيث أن هذه الخدمات تساعد في نشر المزيد من التطبيقات للمستخدمين بأسعار مناسبة. هذه المخرجات جاءت بعد ورش عمل شارك بها أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة وأكثر من 50 شركة عالمية في مجال الاتصالات، لتصبح هذه المشاركة الأضخم في تاريخ هذا المؤتمر. قرابة 1000 ورقة عمل ناقشها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، يخرج في النهاية بمجموعة من التوصيات التي تحدد مستقبل الاتصالات في العالم لعشر سنوات مقبلة على أرض مصر، التي استضافت المؤتمر لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما لم يخرج فيها هذا المؤتمر من مقر انعقاده بجنيف. شيرين مجدي، إكسترا نيوز.